لدعم الأطفال بلا مأوى نظمت المدرسة الإنجليزية الحديثة للسنة السادسة على التوالي ماراثون لمدة 24 ساعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. شارك فيه طلاب المدرسة وأولياء الأمور والأطفال بلا مأوى وأطفال الملاجئ، وذلك بحضور عدد من الفنانين، حيث شاركت الفنانة أصالة والفنان عمرو مصطفى بالغناء متبرعين لهذه الفعالية. أهلا وسهلا فيكم في المدرسة الإنجليزية الحديثة. إحنا النهاردة نحتفل في الـ 24-hour run اللي هو الجري المستمر لمدة 24 ساعة. الراعي لكل المناسبة دي هيكون لتحيا مصر لأطفال بلا مأوى. دي سادس سنة إحنا بنعمل فيها الاحتفال ده. السنة دي بصراحة إحنا ما كناش ناويين إنه إحنا نعملها، بس مؤسسة تحيا مصر طلبت منا إنه ممكن نقدر نعملها، لأنه الأطفال بلا مأوى عددهم بيزيد سنة عن سنة. المدرسة الإنجليزية الحديثة مدرسة دولية، إحنا احتفلنا ب 27 سنة السنة دي. زي ما أنتوا شايفين ده العدد بيبين إنه إحنا بقلنا 11 ساعة و 13 دقيقة، يعني الساعة 8:30 الصبح إن شاء الله بكرة الصبح هيكون نهينا الموضوع. النهاردة كان معانا ناس كتير شاركونا في الاحتفال ده، أطفال بلا مأوى كانوا معانا، أطفال من ملاجئ من كل أنحاء القاهرة كانوا معانا، كان عندنا طبعا فنانين شاركونا ونورونا، ومنهم أصالة ومنهم عمرو مصطفى. عايزة أشكرهم على تبرعهم في وقتهم. كتير منكم عارف نمرة تحيا مصر، لازم أطلب منكم وأشجعكم تتبرعوا، لأنه الموضوع ده مهم قوي. هم عندهم شغل خير كتير، مش بس الأطفال بلا مأوى، انتوا أكيد عارفين عن المشاريع الكتيرة اللي هم بيعملوها، ومحتاجيننا ومحتاجين إنه إحنا نساعدهم. مصر محتاجة كل أطفالها اللي هم بلاوة واللي هم محتاجين مساعدتنا، والمدارس الدولية والمدارس الخاصة والمدارس الحكومة، إحنا كلنا واحد وكلنا إيد واحدة ومصر محتاجاه. فلو سمحت تبرعوا النهاردة وبكرة وكل يوم، ومش بس بفلوسكم، تبرعوا في وقتكم وتبرعوا في اهتمامكم، وعلموا أعيالكم كمان إنهم يتبرعوا عشان يكون عندهم الفلسفة دي في الحياة، الكالتشر ده في الحياة، مهمة قوي.